أنا زيد أو عمرو. فأظن بأنه هناك مش قاعدة، ولأن الأمور اللي إحنا في المرحلة دخلنا فيها حسب فيها فطرية، أظن هذه اللي خصكم أنتم كمعابر العلم خصكم تساعدونا فيها. الاختيارات تتم من المدرب ومن الناخب الوطني، ماشي اللاعب اللي كيختار باش يجي ولا هو اللي ما يجيش. أول شيء خص يكون داخل في المعايير وداخل في المنظومة ديال اللاعب ديال المدرب، هذه أول شيء. سي اللاعبين هما اللي يختارون يلعبوا، ولكن كما قلت اللاعب الناخب الوطني هو اللي كيختار. فيما يخص هذه تعرف، كتعرفون سيولين مشيت للتيمة، ماشي راه تعرفت على اللاعبين كلهم. وهو بالضبط باش نقول لي نفسر ليه، يمكن علاش يمكن ما اختاروش. انا بغض النظر على الجانب ديال الكره ديالو، واش كنساو كلي حنا كنساو ليا شنو وقع مباراه الجزائر معسكر المربيه، فما نخرجش في التفاصيل. ولكن انا مشيت باش نفسر ليه بان هناك طريقه عمل جديده داخل المنتخب، هناك انضباط داخل المنتخب. وانا اصلا اللي عارف انه هو ما كيمتثلش ديك المعايير اللي انا وضعها، ولكن لكن غير غير السلوك ديالو غير نضال فمرحبا. فاذا به حتى استقبال اظن ما استقبلنيش. انتم كنبغيو حنا معروفين بالكرم، باش على الاقل غير وانا اللي قاطع مسافات ومسافات. اظن بان كانت رحله ماراثونيه ماشي رحله الاستمتاع. فتضر لي بان غير من الصواب ومن الادب على الاقل يجاوبني في التليفون اللي ما جاوبنيش. هذا هنا ما تلاقاش معايا، ما بغاش يتلاقى معايا. ثانيا وبالنسبه لنا هناك كما قلت دراجل دابا درناهم حنا كطاقم، يعني هو شرط للجامعه اللي اظن ما كانش كيبدا ليها. اظن اكيد بانه البارح يمكن غير صرحتوا التصريح ديال فيرجسون يتكلموا على كريستيانو رونالدو واش غيرجع لمانشستر يونايتد، قال لهم راه فريق اكبر، فريق اكبر، هذا غير فريق، ما بالكم بفريق الوطن. فتضرب لي هناك احترام اللي خص يكون، هناك انضباط اللي خص يكون، ما خصناش نفتحوا هذا الباب سواء تعرف اي لاعب اخر. فيما يخص ريغاتا اكيد هو كان في اخر اختيارات ديالنا، وتضرب لي بانه هذا 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 خصنا نشكروا عليه، لان في المساله ديال التنقيب كيفاش يمكن لك تلقى واحد اللاعبي واللي تيظهر لي حتى واحد ما كان تيعرفو واش مغربي ولا ماشي مغربي بالاسم ديالو بكل شيء ليه، وحتى الامور ديالو العائليه اللي معقده جدا. ولكن حنا اللي كنتكلموا على ريغاتا، ريغاتا في المنظومه ديال الفريق. تكلمت على الفريق الحالي كاس افريقيا كما قلتي قلتو ما كاينش كاس افريقيا، كاين المستقبل. نتكلموا على ريغاتا، نتكلموا على بتولي اللي تصاب، نتكلموا على عصر العقل اللي المستوى ديال الشوكي باش كانوا كيفاش رجع يقدر يرجع. نتكلموا على 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 الكحل ياسين الكحل اللي غادي كيطلع. نتكلموا على على يونس حماد اللي في يعني في بلاد بلاء حسن. نتكلموا على 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 المباركي. انتم مش توقعت من لافيت البارح ولكن انت مخطط. فتضرب هناك مخطط مستقبلي كاين لافينير، واللي ريغاتا داخل في لي بلان ديالنا، لان كاين دي زوبجيكتيف اكور تيرم وما دابا، ولكن كاين اوسي دي زوبجيكتيف ا موان ا رونتير كي سون تري امبورتون. كاين لا كوب دي مون، كاين كاس افريقيا 2015، وريغاتا يلاه جديد يلاه لعب شحال 20 دقيقة اللي غنديروا عليه هذا. تضرب لي بانه داخل المخطط ديالنا، نحن نحترم نحترم العطاء ديالو، واكيد بانه انسان بحال ريغاتا حنا بغينا منه بزاف، ولكن هناك عمل ان شاء الله مستقبلي اللي حنا ناوي فيه كما قلت تولي سايس عقال نصير سعيدي حدراف ياجور بحري حمال قناص الكحل بونو مباركي وهشام العمراني اللي في حاليا فرق مدرب بيضاوي كذلك غادي كيدير بال حسن. اظن اي لاعب يمكن تحسن في المستوى ديالو داخل في المنظومه المعايير ديالنا اكيد. ف ريغاتا من هذا داخل في النقطه ديالنا ان شاء الله. فالجانب الاخر في السؤال ديال المستقبل، فاظن بان حنا ما نسدوش الباب على حتى شي واحد. الله سبحانه وتعالى كيغفر، فما بالك الباب هو غفور رحيم، الباب ما غاديش يتشد، ولكن خصها تاخذ الاجراءات اللي خصها تاخذ فوقتها باش يترد على الواحد اللي ما كيعرفش ما كيحترمش بلادو ما كيحترمش. تيضر لي بهاد الصلاه غتكون ان شاء الله ان شاء الله ومن بعد غادي يترد. ف ما كاينش الابعاد ديال الاله، الابعاد ديال الاله بسبب
سبب ديال الانضباط او سبب ما يكونش داخل في المنظومه ديالي حسب ما كنشوف انا كره القدم الحديثه. يمكن الايقاعات اللي طافت دابا حاليا ديال هذا والفروق اصبحت فروق كبيره. اظن بانه انا كنشوف ما كاينش ابعاد. ما عمري ما استعملت ابعاد. انا ما عمري ما استعملت ابعاد جامي. وما كنتش في القاموس ديالي سواء فريق وطن واحد اي فرق اي فرق اجتهاد. وهذا يمكن تشاهدوا بها. فاظن بانه كما سبقت ما بغيتش نبقاو نكثروا في القضيه ديال الطرف، لان عندنا كما قلت لكم في الاخير خصنا الطاقه ديالنا نوظفوها كلنا ماشي غير حتى انتم تساعدونا فيها، لان هذا واجب وطني لينا ولكم. ما نضيعوش وقتنا كثير في الكلام على الطرف. الطاقه ديالنا نجمعوها حاليا ونحاولوا نهيئوا نفسنا لكاس افريقيا باش نمشيو موجنا ديال كاس افريقيا كلنا ان شاء الله. ونركزوا على هاد 24 لاعب اللي كاينين ونركزوا على انفسنا مجموعين ونتحدوا بيناتنا ان شاء الله باش نديروا شي كاس مزيان. ونساو كل المسائل اللي كتكون فيها المصلحه الشخصيه وفيها فعل. فاكيد هناك رساله نصيه اللي جات اللي كتقول واش انا ما جاونيش حتى الجواب، ما غنطلب لي تفسير شنو هما الظروف العائليه ديالو. هناك بعض الاصدقاء اللي تلاقينا معاهم ديالو وداك الشيء وهذا وكيتذكروا معاه وتيحاولوا معاه باش يتصلوا به ويقولوا ليه اش كدير وهذا وسيت شعب كيتلاقى معاه. اللي ما بغاش غادي نفرسيه. فاعتذر لي بانه ظروف عائليه شي كيقول طلق. ولكن الحقيقه راهي من عند الله سبحانه وتعالى. وقيل البارح جا خبر تيتفاوض مع لاسي ميلان. لانه ردنا بالحرف قال ما وهو دار بطريقه غير مباشره، ضرب عليها باس بطريقه غير مباشره. شكون هذا اللاعب اللي غادي تاخذه فرقه كبيره وغيمشي يغبر عليها 40 يوم في المرحله ديال الميركاتو؟ فاهمين؟ تربوا القاعه ناخذوا شويه ديال الناس اللي من الاوروب باش ما نفضلوش غير الناس اللي قدام. كاين واحد النقطه واظن بانه يمكن ما نقولش في التعامل ديالنا يمكن كنا كنتعاملوا مع لاعبين غير بالهاتف بحال هكا ملي كيجيو كنخليو واحد الميساج بوكال رايته ما يرد عندنا التليفون. ولكن الحمد لله ربي ملي كيبغي يطيح شي واحد كيجيبو كتب لنا هذا الميساج لان واحد يقول لنا بنكرو كاع وما بالكم بانهم كيجاوبوش حنا وكيجاوب شي واحدين في الراديو وهذا كيجاوب شنو كيعني هذا؟ ما يجاوبش لنا خير وجاوب واحد في الراديو. ما نهضروش خلي داك الشيء اللوبيات اللي كانت راكم عارفين وهذا لكم واسع النظر تبحروا فيها وسولوا فيها وراكم عارفين كل شيء. حنا مرحله جديده قطعنا تواصلنا كما قلت لكم هذه الزياره تواصلنا مع اللاعبين مباشره بدون واسط بدون اي اجون جوار